سنا كاين واحد اسمه أبو شجاعة في وقت المجاعة، الله يزيدك من المجاعة إن شاء الله. قال لي يا عدو الله أيها السكير شرب، مش حرام عندي يا خالي، أنا نشرب أمام ربي وعباده، الشرب عندي ليس بحرام، لا عندك آية تحرم الشرب، جيبها يا الكافية البكبك، موش حرام منها عنه وما خلاه جوست مول الحمير اللي زيك تعليك حرام داب كيما تحرم عليك، لكن إنسان رقي كيما أنا نعرف نشرب ونشرب غير المركة أخويا، ونعرف نشرب ونعرف ناكل وما تخممش خلاص، وبربي إن شاء الله كي نطلع عند رب العالمين يكون ثاني نحمد ربي على على كل الخيرات، ونحمدوا على صورة النحل اللي اقت فيها رب العالمين باللي من الفواكه شراب لينا. دونك ما يا بكبك اسمه أبو شجاعة في وقت المجاعة، الله يسخطك في المجاعة إن شاء الله إن شاء الله. تابع تابع سي بريفيك شتا نخليك نقعد في المجاعة. قال له توب دخلت في الإيمان تاعي أنا برب العالمين يا حمار يا أخوتي يا أخوتي، هادو هما على بالكم ثاني، هادو زادوا على همنا الرب، هادو زادوا علينا، هادو زادوا علينا، زادوا علينا جماعة مي سي انكرويابل. ملك جونسون وي عندنا شعب مقود على بالي. شوفوا نولي بون لا سونتي الكوفيد واش نقول لكم، ما كانش حاجه. قضيه المواد الغذائيه ثاني يا خويا، ربي يا ربي يكون في العون ان شاء الله. الازمه ماشي راح تحبس لانه هاد الناس قرروا تجويع الشعب باش يكرازيوه، قالها لكم او يحيى جوع كلبك يتبعك، قالها لكم او يحيى سماكم الاهالي لي زنديجان. ابو شجاعة انا ملحدة، لا حول ولا قوه الا بالله يا ابو شجاعة، الله يزيدكم المجاعة. غير على الاسم تاعك، غير على البسودو تاعك ما نحيكش. ابو شجاعة في وقت المجاعة ما لا تربحك وك. قل سبحان محمد ابو شجاعة في وقت المجاعة، صح صح والله غير عندنا مهابل بي درجة عالية يعني سي بروميير شو، والله جاو المهابل تيكسبورتو قسما بالله اون سرا ان بي تري ريش لمطاكيك اللي عندنا مي ما شاء الله. يا اخي حالي دو فاصون بون جو كرواك جي تي كلير سور لي بوين لي طلبوهم الناس. بقات قضية هذه زكريا الجزائر والله ما قرأت تعليق تاعك. قضية شوشنا هذه هي أغلب الظن سي الهيروين ومسخة. شو راح نقول لكم شوشنا هذه يا جماعة الكاشيات، بون نهضر مع الآباء ونهضر مع الشباب الواعي. شوفوا كل المخدرات في الجزائر بإعاز من رئاسة الجمهورية، كل المخدرات بكل صفاتها بإعاز من رئاسة الجمهورية برك لتخدير الشباب، لأن الشباب هو روح الثورة، الشباب هو روح اندلاع الثورة، الشباب هو اللي راه طالع وهو اللي كما نقولوا احنا القاعدة الكبيرة. صافي دير مثلا الأولاد اللي زادوا في 1990 قل عدد من الأولاد اللي زادوا في 1992 بزاف، احنا هكا طالعين الشرائح الحمد لله أعطانا ربي في هذه النسل، النسل هذا اللي غدوة باش ما يغلبش يفوك يقهروه باش يخدروه ويدكوه في أقول لكم في الخضرة، لا إن شاء الله الخضرة يدكوه في التخدير يدروغ يدروغ لجان يدروغ لباب، هذا هو البيت. الأولاد اللي راهم يموتوا أوفردوز راح نزيدوا تشوفوا العدد التصاعدي. دركا بحكايه هذه التوتنا هذه درك ليباتيت تطلع للسما، السيدا يطلع للسما، لي انفيكسيون تاع الدم والمشاكل يطلعوا للسما. واش راح نقول لكم، غير ترويج المخدرات غير تنظيم الجريمه في الجزائر من طرف النظام الجزائري بكل اسلاكه الامنيه والاستخباراتيه بإعاز من رئاسة الجمهورية وحقيقة بقيادة الأقدام البيضاء، يعني النيو كولونياليزم في إكرازي لزوتوكتون باسك مازال يعتبرنا دي زوتوكتون،
تعرفوا كيف يحبوا الشعب الجزائري؟ يحبوه كيما لي زابوريجان تاع الاسترالي، عايش في خيمه في الصحراء، يسكر كرشو قد هكا، مريض يموت بالمرض، بصح ما يعرف واش صاير في الاسترالي، ما يخدم في الاسترالي، ما يدير والو في الاسترالي. سي لون بلون. يحوسوا يديرونا كيما في جنوب افريقيا فوق لابارتيد، صوف كي حنا البلون ماناش شايفينو. هذه الحشوه الكبيره، حنا شايفين تبونو والقرد هذاك تاع شنقريحه، هادو ما كان والو. هادو كون الشعب ينوض نوضه صحيحه ينسف عليهم يطيروا، البروبليم حين يجيبوا لنا ناس اخرين كون نوضوا بدون قياده سياسيه. با المهم جماعه التوتنا هذه، انا شت انيشياتيف تاع دي جون تاع باب الواد باش يحاربوا التوتنا. انا نقول لكم لي جون في الكارتيات بكل حاربوا المخدرات بكل صفتها، لانها جات باش تقضي عليكم. النظام هذا هو اللي يقتل فيكم. الاباء والامهات هذا النظام يقتل في ولادكم، بناتكم عادوا يحكموا البابور ويهربوا، على بالكم اش معناتها؟ طاح القدر وطاحت الحرمه. كي يجيو هنا حراقين واش راحين يديروا؟ هم هنا يبيعوا في الصاروخ ويبيعوا في الدخان والبنات كي يجيو هنا حراقات واش راحين يديروا؟ سؤال يبقى مفتوح. بون، نشكر كل لي زوديتور اللي حضروا معنا الحمد لله. فوالا دونك ان شاء الله كاين ناس ربما يقول لك تقديم، لكن نقول نطلب من الاباء والامهات خاصه اللي على بالي راهم واعيين، الدعاء الدعاء الدعاء، ربما يستجيب الله ويرفع هذا الهم اللي على الجزائر اللي راح يقضي على الحرث والنسل، للهدف نتاعو القضاء على الحرث والنسل، وهذا النوع مذكورين في القران، يقول ربي يفسدون الحرث والنسل. دونك الدعاء الدعاء الدعاء، وما تنشاوش ابو شجاعه دكوا في الدعاء باش يقصف ربي والله يخليه في المجاعه برك، لانه هذا هو النوع تاع ابو شجاعه اللي خلاو تبون وشنقريحه يحكموا في الشعب الجزائري. هذا هو النوع اللي يجيكم في المسجد ويقول لكم كل واحد يرزق ربي ويرضى، ما كانش منها، ربي اعطاني بلاد مرفهه باش نعيش مرفه، ما كانش منها، نسيرها بطريقه مليحه، نستغلها بطريقه مليحه، وكيما نتوفقش والله الله غالب ما نوصلش، هنا قال الله غالب، هنا كلمه الله غالب فالابل. بلاد فيها البترول، فيها الغاز، فيها الحديد، فيها الكوبالت، فيها الزنك، فيها الالومنيوم، فيها الترار، فيها لي ديامون، فيها الفوسفات، فيها الكوبالت، قريب حنقول لكم ما خلا ما يعطيها. 1600 كيلومتر دو كوت فاس سود ميديتراني، واش يزيدكم هادين ربي؟ ويجي امام هاو المكتوب هذا هو ارضى ارضى بما قسم الله ولك تكون اغنى الناس، لا لا خليني اغنى الناس وارضى انت بالهم، روح مع ابو شجاعة في المجاعه. ابو شجاعة تولي ريفيرونس في كل لايف تكون جبدك، باسكو فريمون ابو شجاعة تاع المجاعه هي با ميو. بون، نادي الكاس قاسم قاس ان شاء الله. دونك